ورجعنا لكم بعد الفاصل. وطبعا بما اننا في العيد وكلنا بنحب ننور في العيد وكلنا بنحب تبقى بشرتنا صافية وبشرتنا فيها نضارة، فأكيد يهمنا جدا ان يكون معايا من ضمن فقرات اليوم المفتوح في العيد دكتورة الجمال زي ما احنا كلنا بنسميها، دكتورة أميرة فاروق، أخصائية العناية بالبشرة والشعر واخصائيه التجميل الجراحي. اهلا بيك يا دكتور، نورتيني في البرنامج. اهلا بحضرتك يا دكتوره رشا، انا متعوده بقى اطلع معاكم في العيد على طول، يعني العيد ما بيكملش غير بفقره في قناه الصحه والجمال، ده البيت التاني بتاعي والله، وانا فرحانه جدا ان انا معاكم النهارده، وعايزين نلحق بقى وقت الحلقه كلها وبنتكلم في حاجات كتير خالص. كل سنه وانت طيبه وبخير وسعاده، واحنا اكيد كمان احنا مبسوطين بوجودك معانا. وخلينا كل الناس طبعا بتسأل، انا بشرتي عايزه بشرتي تبقى صافيه، عايزه بشرتي يبقى فيها حيويه، تبقى فيها نضاره، ما احتاجش ان انا اخبي ولا اغطي حاجه بميك اب، عايزه البشره تبقى هي بطبيعتها جميله. قولي ممكن يكون نعمل ايه علشان نخلي بشرتنا حلوه؟ ممكن يكون في جلسات معينه ممكن نعملها نخلي البشره صافيه وهاديه؟ هو في البدايه دكتور زي ما اتعودنا ان احنا بنعرف يعني ايه نضاره. النضاره دي بنسمعها كتير جدا، كلمه اكسبريشن كده في المجمل ان جنرال، ما بنبقاش عارفين معناه ايه. ايه معنى نضاره البشره؟ ايه معنى النضاره؟ كتير. هستاذنك هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني. ونرجع تاني نتكلم على نضارة البشرة. ودكتور أميرة كنت لسه بتشرحي لنا يعني ايه اصلا نضارة بشرة. يعني ايه اصلا نضارة بشرة؟ ان جنرال كده الاكسبريشن كبير بس بتحط تحته حاجات كتير. انا هقوله بالعامية كده زي ما احنا متعودين نبسط الامور. يعني ايه فاكهة طازة وفاكهة دبلانة؟ زي ما بنروح السوق كده نشوف طماطماية نقول انها طازة وصبحة، تبقى مشدودة ممتلئة، بتلاقيها ليها بريق كده وتشايني ولونها واضح. الطماطميه اللي هي الدبلانه دي بتبقى مترهله، ما بتبقاش مشدوده، بتبقى لونها ملهاش بريق كده ومش لونها تشايني كده. دايما البنات تيجي العيادات تقول يا دكتور انا عايزه بشرتي تبقى زي بشره الاطفال، اللي هو احنا ربنا اصلا خلقنا ان بشرتنا نضره ومشدوده زي بشره الطفل الصغير. تمام. مع عوامل بقى الجو مع الظروف اللي بتحصل كتيره بتأثر على بشرتنا، فالبريق والنضارة دي أو الريجوفنيشن ده بيروح مع العوامل دي ويبدأ يحصل بهتان للبشرة اللي هو عكس النضارة. تمام؟ إن البشرة تبقى نوصل للبشرة اللي هي حلمنا كلنا اللي هي الجلاسي سكين، اللي هي البشرة الزجاجية أو اللي تشاين سكين، اللي هي اللي بتلمع كده دكتور تلاقيها زي الإزاز. تمام؟ طيب إيه بقى العوامل الجوية اللي ممكن تأثر على البشرة؟ اول حاجه دايما اقول عليها الناس اللي بتزيد في الوزن قوي وترجع تخس مره واحده زي الاستك مثلا، ما نقعد نشد ونرخي نشد ونرخي، ايه اللي بيحصل في الاستك بقى يا دكتور؟ بيترهل، فبالتالي الجلد بيترهل ما بيبقاش مشدود، بيظهر تجاعيد وخطوط رفيعه. تمام.
تاني حاجة زيادة التعرض للشمس، الناس اللي بتتعرض للشمس بصفة دايما يعني عدد ساعات طويلة أو بتسوق في الشمس كتير، طبعا الطبقة اللي متعرضة للشمس دي بتكون الطبقة الجلد مات وبيبقى سميك، وطبعا بيحصل أكتر حاجة تعرض البشرة للتجاعيد هي الشمس. تالت حاجة طبعا الناس اللي بشرتها كلها حبوب دي طبعا بتبقى يعني ايه، بتبقى عاملة عائق لنضارة البشرة. تمام، الحبوب دي بتعمل زي لما بيلعبوا فيها بتعمل زي تصبغات او بتعمل اثار، طبعا بتعمل عدم نضارة للبشرة. سريعا علشان وقت الحلقة، وتقولي لنا ايه افضل حاجة ممكن ترجع البشرة لطبيعتها تاني وتخلي البشرة زي بشرة الاطفال زي ما حضرتك بتقولي؟ حاجتين اتنين، اما نشتغل على طبقة الجلد الخارجية اللي هو عن طريق الروتين اليومي، عن طريق الروتين اليومي اللي هو ايه بقى الروتين اليومي، ان احنا نمشي على روتين محترم، غسول، سكراب، سيرم، كريم مرطب، دي الطبقة الخارجية للجلد. تاني حاجة ان احنا نشتغل على الطبقة الداخلية. احنا بعد سن ال 35 يا دكتور الكولاجين في بشرتنا بيقل افرازه، فاحنا عايزين محفزات تزود انتاج الكولاجين بعد سن ال 35. طبعا بنحتاج ايه المحفزات دي؟ ان احنا بنعمل مثلا سيشن في العيادات بتحفز زي السكين بوستر مثلا، دي اسمها محفزات الجلد اللي بتساعد على انتاج الكولاجين او بتحفز زياده انتاج الكولاجين، او جلسات سيشن زي الديرما بين او الديرما رولر، ودي زي شكشكه كده بتحصل في الجلد، بتدخل طبقات الجلد الداخليه ان هي بتحفز انتاج الكولاجين وتزيد من الريجوفنيشن. ممكن نعملها منزليه؟ ممكن نعمل الديرما رولر. جهاز الديرما ده ممكن كلنا بنجيبه، الرولر هوريه لكم حالا. ده منزلي يا جماعه، ممكن نستخدمه في البيت لانه سهل في استخدامه ويعني استخدام شخصي وكمان مش مكلف، فده ممكن نعمله في البيت وهوريكم طريقه استخدامه ازاي. لكن الديرما بين لازم تتعمل في كلينكس لانها طبعا ليها طريقه معينه او ليها تكنيك معين، ولو استخدمناه غلط ممكن يقلب سايد افكت او بيجمنتيشن او تصبغات. تمام، ليه طريقه معينه اللي هي الجلسه اللي احنا هنعملها حالا. طيب ايه بقى اللي ممكن نعمله في البيت اللي هو الروتين اليومي؟ ان احنا نحافظ على سيرم كويس. من اكتر السيرامات اللي بتزود نضاره البشره وريجوفونيشن هو سيرم الهيلورونيك اسيد. ليه بقى سيرم الهيلورونيك اسيد بيساعد على نضاره البشره؟ هوريه لكم برده حالا المنتج بتاعنا وكاندا، لانه الهالورونيك اسيد يا دكتور الجزء منه بيشد 10 جزيئات ميه، فبالتالي بيحافظ على الترطيب بتاع المكان. فطول ما المكان مترطب ومشدود ما يحصلش فيه تجاعيد، بالتالي زي ما احنا قلنا هنوصل للمعنى بتاعنا اللي هو النضاره، يبقى نضر، يبقى فيه نضاره. طيب ايه تاني سيرامات تانيه؟ سيرام فيتامين سي. سيرام الهالورونيك اسيد ده مناسب جدا يا شباب للبشرات الجافه، ممكن لانه نشتغل بيساعد الجلسة على ترطيب. ونتكلم علشان الوقت، عشان الوقت تورينا عملي. طيب. ونشتغل الجلسه ونشوف. طيب ايه الروتين اللي ممكن نشتغل عليه في البيت؟ وهو ان احنا هنبدا بغسول مناسب للون بشرتنا. زي ما احنا قلنا لو البشره جافه هنبقى محتاج مرطبات، هنبقى محتاجين مرطبات اكتر. ده الغسول بتاعنا بتاع واكاندا غني باللاكتيك اسيد، علشان اللاكتيك اسيد ده اللي هو حمض اللبنيك. اللبن ده يعتبر مرطب امن من اقوى المرطبات اللي موجوده. تمام. فاحنا الروتين بتاعنا اليومي ايه؟ ان احنا هنبدا الاول نعمل غسول مناسب لنوع البشره. عندنا الغسول هنا ببرش، كل بشره ليها ايه يعني يعتبر استخدام شخصي ما ينفعش حد تاني يستخدمه. تمام. انا هبدا اشتغل اهو كاني بعمل تنظيف كامل في البيت. طول ما احنا يا دكتور لمين امورنا، وطول ما احنا محافظين على نفسنا بروتين، ما تبداش الدنيا تفلت مننا قوي، نقدر نسيطر عليها. حتى لو حصل اجهاد او تعب، كلنا بنتعب وكلنا بيحصل عندنا ستريس وبنضغط في الشغل، بس تبدا الدنيا ملمومه طول ما احنا ماشيين على روتين. بس لو احنا بقى مسايبين الدنيا خالص هتبقى الدنيا صعبه. أكيد. فانا ده الغسول كده يا اميره، ده الغسول بتاع واكاندا بتاعنا. هل الغسول ده مناسب لاي بشره لاي نوع بشره؟ لا خالص، الغسول ده للبشره الجافه. يعني قبل ما بيختار الغسول بيقول لك نوع بشرتي كذا ايه اللي مناسب ليه. البشرات الدهنيه بنبقى محتاجين غسول اكتر في ماده في صلصيليك اسيد عشان يشد الدهون اللي جوه البشره. تمام. طول ما البشره ما فيهاش دهون مش هتعمل افرازات ولا روس بلاك هيتس ولا وايت هيتس ولا تطلع حبوب. اكيد البشره الجافه محتاجه ترطيب اكتر. تمام. انا غسلت اهو بالغسول زي ما انتم شايفين اهو، بمشي بحركات دائريه. طيب
دي ممكن استخدام شخصي في البيت يا بنات برضو، بس احنا بقى في البيت هن اعذرونا بقى احنا مش في كلينك. انا هلبس الجلوف ده حالا، بس انا بحب انضف الاول ايدي. ده ايه زي براش اهو، انا حطيته في الميه هيكبر حالا. وهنبدا ايه نمسح بيه البشره. ايه بقى يا دكتور الخطوه اللي بعد الغسول؟ ان احنا بنستخدم سكراب مناسب للون البشره. سكراب ده بنستخدمه مرتين في الاسبوع يا شباب، لان ما ينفعش اقشر كل يوم جلدي. طول ما انا بعمل تقشير برقق خلايا الجلد. السكراب بيتعمل مرتين في الاسبوع بس، اهو اغلبنا بينسى ويقول لك انا هعمله كل يوم عشان بشرتي تفتح اكتر. لا لا خالص اهو، اهو زي ما انتم شايفين. ده سبونج ده يا اميره؟ ده سبونج حطيته في الميه كبر فرد. فرد سهل بقى، ده بنستخدمه في العيادات اكتر. انا بقى ظبطت حالي المره دي ان انا بقى ايه جايبه ادواتي. انا جايه جاهزه يا جماعه. خطفتيني انت وقلتي لي يلا نعمل جلسه، وما كنتش ايه انا هبدا اشغل جهاز. حتى جبت لكم جهاز بخار المنزلي. مش طبعا اللي في العياده مش هينفع يجي. البخار هتعمليه قبل السكراب ولا بعد السكراب؟ لا هحط السكراب هو كده شغال المفروض. هيغلي حالا. هلبس بقى انا الجلوفز بتاعي وامارس الحاجات اللي انا بحبها. هو اميز حاجه ان الواحد يشتغل الحاجه اللي هو بيحبها علشان يبدع فيها زي ما انت بتبدعي فيها كده. حبيبتي يا دكتور انت الجميله. اهو البخار بدا يشتغل اهو معايا، انتوا شايفين يا بنات منور. احنا كل عيد بنعيد عليكي يعني، بنعمل لك المره الجايه عايزين دكتور رشا بقى نعمل لها جلسه لايف. دكتور رشا البخار اهو، احنا هنقرب ليه بس. طبعا البخار ده في البيت لو مش عندنا الجهاز يا بنات ممكن حله فيها ميه واي عودين نعناع كده ونعمل بخار. قربي منه حاولي، بس مش قوي يعني، مش قوي بس انا يعني قربي الكرسي بس شويه بس خلاص. ما نحاولش انه يعني الحله مثلا فيها بخار اهي احنا بنغليها نروح دخلين وشنا فيها يتحرق على طول. البخار لازم نبقى بعاد، بس ان هو ايه انا عايزاه يفتح مسام الجلد يا دكتور عشان الجلد يستقبل الحاجات اللي انا احطها. ده السكراب بتاعنا بتاع وكاندا برضو. طيب احنا بقى ما عندناش السكراب ده يا دكتور نعمل ايه؟ بصوا بقى يا بنات ركزوا معايا. 3 معالق سكر مع معلقه عسل نحل، تمام، مع معلقه لبن. زي ما قلت لكم حالا ان اللبن مرطب قوي. 3 معالق سكر. السكر شايفين الحبيبات اللي فيه دي هتعمل سكراب، هتبقى مقشر نفس الحبيبات اللي معايا. تمام، لو انا مش قادره اشتري سكراب. 3 معالق سكر من المطبخ مع معلقه عسل نحل. العسل النحل انتي بكتيريال. العسل النحل انتي بكتيريال. تمام، كمان بيساعد على ترطيب البشره. كمان نحط معلقه لبن زي ما قلت برضو، اللبن مرطب امن. وندوبهم مع بعض كويس جدا ونعمل بيهم سكراب مرتين في الاسبوع. حاجه سهله وبسيطه وموجوده طبيعية. في البيت وطبيعيه مفيش اي كيميكال داخل فيها. انا بدات احط السكراب بتاعي اهو يا دكتور. انا عايزه بس نقرب للبخار. طبعا احنا لو في الكلينيك احنا بنحاول نشتغل معاكم يعني باقل الفاسيلتيز. المفروض السكراب بيغطي المسام يا اميره، والجلسه البخار بتفتح المسام، يعني ايه فايده الاثنين مع بعض دلوقتي؟ انا فتحت المسام اهو يا دكتور وعايزه ادخل السكراب جوه جوه المسام عشان يقشر الجلد الميت. عادي هو كده او كده يعني، ده صح وده صح، بس انا وقت الحلقه فمفيش وقت، فبحاول استفاد بالوقت على قد ما اقدر. بس قربي وشك سيكه، هتحاسبي على الجلسه دي يا منور. بصوا بقى يا بنات انا بعمل ازاي من الحاجات اللي ممكن البخار بدا يشتغل. البنات اللي بتشتكي ان وشها رفيع هقول لها دلوقتي تعمل ايه. بصي بقى يا دكتور التدليك بيبقى من جوه لبره زي ما احنا قلنا على طول، ومن تحت لفوق. انا بعمل كده من جوه لبره ومن تحت لفوق. ليه بقى؟ عكس اتجاه الجاذبيه. كل ما بنكبر في السن وشنا بيقع لتحت، بياخد شكل المثلث المعدول. احنا عايزينه ياخد شكل المثلث المقلوب. تمام، فعايزين نحافظ على ده ان احنا نمشي عكس الجاذبيه. مش عايزين نكبر. احنا مش عايزين نكبر. لا مش عايزين، لا احنا ما بنكبرش. مش عايزين نكبر. مش قادرين نعترف ان احنا عدينا ال 35. لا مين قال؟ ما عدناش. لا ما فيش الكلام ده. وقف على 25. طيب هو كده الجهاز فصل. انا برضو مش عايزه اطول عليهم. تمام،
هبدا بقى ايه السكراب بتاعي اهو. السكراب يا بنات الخطوه دي اختياريه ومرتين في الاسبوع مش اكتر، مش كل يوم امسك السكراب واعمل ايه اقشر جلدي، لان ده يعتبر نوع من انواع المقشرات. سكراب بس ولا اي ماسك تاني برضو نستخدمه مرتين في الاسبوع؟ هقول بقى يا دكتور، الناس اللي دايما بتشتكي البنات اللي عندها مشكله انها كانت مليانه وخست وشها بدا يرفع وينحف، عايزه وش يملى، عايزه وش يبقى شكله طبيعي يرجع لطبيعته تاني، البنات اللي اصلا طبيعتها انها وشها جيناتها كده ان هي وشها رفيع مهما تتخن وشها طبيعته ان هو كده تمام. بتبقى محتاجه ان هي تزيد في الوزن قوي تعدي 90 مثلا عشان تحس ان وشها زاد. لو وشها لا احنا بقى عايزين ايه؟ عايزين نعمل حاجات طبيعيه وبالمنطق وبكلام علمي، مش وصفات يعني بيقولوا دايما الوصفات الطبيعيه كده الدكاتره ما بتعترفش بيها، لا احنا هنتكلم بالمنطق وكلام علمي ازاي ازود وشي من غير ما اتخن او ازيد في وزني. انا عايزه احافظ على جسمي وفي نفس الوقت جسمي عاجبني كده وفي نفس الوقت اتخن وشي. انا واحده من الناس نزلت 35 كيلو فوشي بدا يرفع ومش عايزه احقن فيلر ومش عايزه ادخل في 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 ناس بتخاف من الحقن عندها اكيد فوبيا من الحقن. اي حاجه عليها علامه استفهام فيلر فانا هقفل الجهاز البخار. ايه بقى اللي ممكن يتعمل يا بنات؟ انا هقول اهو حاجات طبيعيه جدا. اول حاجه ماسك اسمه ماسك الخميره، الخميره ده بنسميه فيلر طبيعي، ده الفيلر الطبيعي موجود عندنا. احنا كنا جايبين ساشه خميره كده اللي هي الخميره الفوريه، مش شرط الخميره البير، خميره فوريه، كيس خميره فوريه. هنعمله دكتور مع معلقه حلبه مطحونه. انا عايزه اعمل لكم الماسك والله، يعني لو مش هنلحق هقوله بسرعه وبعدين ابقى اعمله لكم. تمام، معلقه حلبه مطحونه مع معلقه خميره بيره مع معلقه عسل مع شويه ميه. الماسك ده يتعمل مرتين في الاسبوع يا بنات، صدقوني وشكم هيملى. وفي حاجه اسمها وايست، ده كبسولات كده ممكن ناخدها ايست، بناخدها قبل الفطار لو مش عايزين نتخن، ناخدها بعد الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء. طب كريمات الكولاجين يا اميره، كانوا بيقولوا كريمات الكولاجين بتملى الوش برضو. بص يا دكتور، يعني الكلام ده مش علمي. كريمات الكولاجين دي بتشتغل على طبقات الجلد الداخليه، لكن لا بتحفز كولاجين ولا بتدخل طبقات الجلد الخارجيه. ماسك الخميره ده كويس جدا في المليان الكولاجين عشان لو في خطوط تعبيريه او كلام من ده، لكن هي علميا لا، هي ما بتحفزش حاجه. تمام. ثالث حاجه بقى يا بنات اللي هو التمارين الطبيعيه، التمارين اليوميه اللي نعملها لبشرتنا. عندنا الوش ده يعني كلام علمي اهو وبالمنطق وبالعقل، عضله زي اي عضله في الجسم. تمام، العضله دي عليها دهون، طب لو الدهون قلت الوش بينحف. تمام، فاحنا مع نزول الوزن او مع الدايت الدهون دي بتقع. تمام. فطبعا الوش بينحف. طيب احنا لو عايزين العضله دي تكبر لازم نعمل لها تمارين. لما بنحب نعمل شيب لجسمنا بنروح الجيم، زي الستات مثلا اللي عايزه تعمل شيب مثلا بتلعب السكوات عشان تزود الارداف. تمام. والمؤخره. والرجاله برضو بيلعبوا الباي والتراي عشان يزودوا ال البتاع ده اسمها ايه، الصدر والعضلات بتاعتهم. الاكتاف بيزودوا الاكتاف، فالوش برضو عضله من ضمن العضلات. نعمل ايه بقى يا بنات؟ ده ماسك كده طب يوميا، ايدي كده اهو اهو تمرين طبيعي كده، واطلع كده من تحت لفوق من تحت لفوق. دي كده تمارين طبيعيه بتشد البشره، الخدود تترفع. مدتها قد ايه؟ نعمل 15 واحد، يعني 15 عده مرتين، 15 عده وبشكل يومي، مش يوم ويوم، بشكل يومي. طيب ايه تاني ممكن يعمل؟ تمارين اليوجا، دايما الناس اللي بتلعب يوجا ما بتكبرش في السن خالص. تمارين اليوجا دي فعلا بتزود، ان انا شد عضلات وشها خمس دقائق واتنفس من مناخيري. تمام، خمس دقائق يوميا واتنفس من مناخيري. والله 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 الحاجات دي مدروسه وده كلام علمي ومتطبق على ناس كتير جدا، وفعلا بشرتهم العضله فعلا زادت وشهم ملا وخدودهم اترفعت والدنيا ظبطت معاهم جدا. في حاجه تانية اللي هو ممكن اعمل كده وارفع دول، دي كلها التمارين دي طبيعيه جدا مع الماسكات اللي هو ماسك الخميره والكبسولات بتاعه الخميره اللي بناخدها قبل الفطور. تمام. طيب انا بقى هكمل ايه؟ هحط سيرم الهالورونيك اسيد. ده سيرم الهالورونيك اسيد، انا عملت الغسول وعملت السكراب
بعده السيرم، سيرم الهالورونيك اسيد ده قلنا عشان النضاره وان هو يزود يملى الخطوط التعبيريه بالنسبه للبشرات الجافه. بعد كده بنحط الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتنا. احنا معانا الكريم المرطب. طيب تمام، احنا بقى هنعمل جلسه دلوقتي حالا معاكم لايف للجلسات النضاره اللي بتتعمل في العيادات. سريعا علشان وقت البرنامج يا اميره، لان انت في وقت الحلقه. اه طبعا بجد. طيب على طول. احنا المفروض نحط بنج، مش هنحط بنج، احنا هنشتغل على عمق قليل، ما تخافيش خالص انا معاكي. احنا بقالنا قد ايه بالظبط عشان ننجز؟ انا لسه بتاكد. معانا كام؟ دقيقتين تقريبا، ف معقولة؟ عشان كده بقول لك الوقت. اه طيب انا هبدا اشتغل جلسه، مفيش خالص. شايفه يا دكتور الشكشكه دي؟ ده ديرما، ده ديرما بين. اه بيحفز انتاج الكولاجين في البشره وبيدي نضاره. الحقن دي هالورونيك اسيد وكولاجين وتفتيح بلوتاسيون. دي جلسات النضاره اللي ممكن تتعمل في العيادات. طبعا يا دكتور هل الجلسات دي تنفع لوحدها؟ الجلسات من غير روتين ما تنفعش. هي الكاميرا لو يعني لو قريبه مني. نحاول ننجز يا اميره عشان احنا كده معانا دقيقه على الختام. طيب. حتى تقول لنا كده بعد الديرما هنعمل ايه تاني سريعا. هنشرب ميه كتير وهناكل خضار وفاكهه كتير جدا وهناكل في اكلات بتساعد على نضاره البشره زي الشيري توميتو، طماطم اللي هي الشيري الصغيره، الكبده، السبانخ، البيض، العدس. للاسف وقتنا خلص كالعاده. بسرعه بسرعه كده، بسرعه بسرعه. عايزين ساعه دكتور، احنا عايزين ساعه. دايما وقتنا بيخلص بسرعه معاكي، فعلا الحلقه محتاجه وقت اكبر من كده. طبعا كل سنه طيبه دكتور اميره، وكل سنه طيبه منور، ودايما منورين البرنامج. حضرتك اللي منوره الدنيا كلها، وكل متابعين الصحه والجمال بألف خير يا رب. تعاد عليكم ودايما معاكم كل عيد، مش كل عيد بقى، احنا عايزين نطلع كل اسبوع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هنظبط ده مع بعضينا ونكمل كلامنا باذن الله في حلقه جايه. نورتيني، وانتظرونا، محدش يروح بعيد. فاصل وهنرجع لكم تاني.